مع بداية فصل الصيف سلمى، بتتصدر فينا نقول العصائر الملونة والأطعمة اللي فيها ملونات، بتلاقي عامل جذب كتير للأطفال اليوم هي الملونات والعصائر. وما فينا إلا ما يمكن، يعني ما فيك تحرمي الطفل لو فعليا شوي تجنبي عنا، بس كيف فينا فعليا نتجنب الآثار السلبية من العصائر الملونة، من هي الأطعمة الملونة؟ شو الآثار السلبية لإلها، أو شو البديل الصحي كمان فينا نحكي عنه أكثر مع الكيميائية براءة حداد؟ يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك ست براءة. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم. الغذاء الصحي والمتوازن هو جزء كتير مهم للأطفال وخصوصا بفصل الصيف، كيف ممكن نبلش نهتم بهذا الجانب؟ يعني نبلش من هلأ نأسس. صحيح. صباح النشاط والحيوية مع قدوم فصل الصيف. يمكن بيبقى الهاجس الكبير عند الأهالي إنه وقت يجي الصيف نحن شلون بدنا نعبي أوقات الطفل. منصير منهتم ومنركز على موضوع التسلية أكثر من موضوع الغذاء. صحيح. أهم شيء بفصل الصيف نحن بموضوع الغذاء الصحي والمتوازن، شوفي معظم الستات بتقلك خلي الطفل ينام على راحته، اوكي يعني نام مثلا لبعد الساعة 10 لبعد الساعة 11 وضحى بنومته، لا تنسي له وجبة الفطور. أنا معظم أطفالنا بالصيف بتصير بتنساها، وأول ما بيصحوا بيروحوا على الأكل بياكلوا أي شيء نقريش وبعدين بيتغدوا. تماما 100%. اليوم إذا بدي بلش من هون، خليني أحكي إنه أنا بدي وجه للسيدات إنه تضلكم مركزين على وجبة الإفطار مثل ما كان أيام المدرسة. إذا أنا مسكت هاي النقطة بصراحة يعني باقي الخطوات الثانية كتير بتسهل. وجبة الإفطار أول شيء ببلش فيها ضلني محافظة على البيض والحليب ومشتقاته ألبان وأجبان، هي أول نقطة. نحن ما فيني أنسى أنه أو ما فينا نتغافل أنه البيضة كل يوم للطفل، البيضة المسلوقة هي عبارة عن البروتين الحيواني المتكامل، نسبة الكلس، الفوسفور، الأوميجا 3 اللي بتقوي السيالة العصبية عدا عن الفيتامينات بي كومبلكس واهم بي 12 البيوتين. الحليب وجبه متكامله طبعا. اذا بقول لك انا اذا الطفل بيشرب كاسه حليب وبيضه لا تعطوه شيء ثاني لانه هي الوجبه الغذائيه المتكامله. الحليب هو عباره عن 86% مي، ال 14% هي عباره عن فيتامينات وكلس. على فكره الحليب غذاء متكامل فيه كل شيء ما عدا عنصر الحديد. عنصر صحيح. الحديد هلا في طفل بيكمله بياخده من وجبه اللحوم او وجبه الخضار اللي لونها داكن. فيني كمان هلا بفصل الصيف انا نوع ما بين الخضار والفواكه، ونحن ما شاء الله ببلد زراعي يعني لدينا ما نتغنى من الخضار والفواكه. اذا انا ضليتني مركزه على وجبه الصباح، هي اول نقطه انه بلشت بغذاء الصحي والمتوازن. ما ننسى شرب كمية المياه لأنه نحن بالصيف بنفقد كمية كبيرة من المي نتيجة التعرق ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة. دائما بنعود أطفالنا أنه يشرب مي، ما عودوا أنه يشرب عصير طبيعي نقول يلا هذا عصير طبيعي وهي مشروبات غازية. هذا الشيء خاطئ. في فرق كتير كبير ما بين أني أعطي أنا مي وأني أعطي عصير أو أي مادة تانية من السوائل. هاي بعدين نجي على فترة الغداء، الوجبة الرئيسية لأي طفل. بالعشاء نحاول قدر الإمكان ما خليه مدمن على هاي الأنواع من التسالي، لا، في دائما وجبة خفيفة للعشاء للأطفال، خليه يكون مبسوط فيها ومستمتع ويكون محافظ على نشاطه الدائم. هل هذا الموضوع نوعا ما يعني سهل وصعب بنفس الوقت إذا الأم كيف هي تتحكم، خصوصا لما يشوف الطفل أنه الأب والأم عندهم هي التسالي وعم يتسلوا فيها وعم يقدروا ياكل شيبس وبطاطا وهي التفاصيل وهو ما ممنوع عنها؟ خلينا نحكي عن بعض البدائل. يعني الطفل ما فيكي اليوم تحرمي الطفل مثلا ياخذ شيبس او ياخذ كيك او بده بوظه هلا بلش فصل الصيف، بس خلينا نحكي عن بدائل صحيه، انه انا فيني اعمل بعض هي البدائل يمكن بالبيت وغش شوي بالنكهه لاقدر نوعا ما اعوض الطفل اليوم. تماما. شوفي معظم خبراء التغذيه او الناس اللي بيشتغلوا بالمجال الصحي للاطفال، كان اكثر مجال الطب النفسي حتى فينا نسميه، كانوا دائما ينحكى اول كلمه الطفل بيقلد اهله، بيشوف حركاتهم، ما بيقلد يلي بيقولوه. دائما الفعل هو سيد الموقف بالنسبه للاطفال. لما الام بتكون قدام ابنها ما بتاكل من السوق،
كوني على ثقة أنه الطفل ما رح يأكل من السوق. صح. البيئة السليمة هي اللي بدها تنشأ طفل عنده هذا الغذاء الصحي ويكون مكترس على هاي القصة. لما هلأ أنا بفصل الصيف ببلش دخل جميع أنواع الخضار والفواكه وضلني عم أقول للولد أنه قديش هي مهمة وضرورية وطيبة ولذيذة، كوني على ثقة أنه الطفل رح ياخدها. اليوم حضرتك تنوعتي بين عدة أغذية، الشيبس اللي هو المقالي، البوظة يلي ما فيني امنع حالي نحن ككبار ولا كأطفال منها، لكن نحن في عنا شيء اسمه اعتدال. دائما بالغذاء ما في شيء ممنوع، بس في شيء اسمه معتدل. صحيح. ليش؟ لأنه كل ما يطرح في الأسواق العالمية والمحلية هي خاضعة لهيئة المواصفات القياسية وتساتير الغذاء، لكن كل مادة إلى نسبة محددة لحتى تدخل لجسمنا، إلى مقدار معين من الميلي جرامات، أنه أنا ما بصير أتجاوزها. فالأطفال أول شيء أنا بدي انتبه أنه موضوع الشيبس هي النقرشات المقالي مع غلاء سعرها اليوم لسه الطفل بيطلبها. ليش؟ اللذة النقرشة اللي بتصير فيها، طبعا هي النقرشة محطوط لها كتير مواد لحتى نحافظ عليها بهذا الشكل. بتلاحظوا أنه الكيس شوي منفوخ، بيكونوا حاطين فيه نوع من الغازات لحتى تضلها محافظة على هذا الشكل. للأسف أول شيء بدي أحكي أنه بدي حاول أنا إذا بدي بلش بهذا الموضوع، في عندي بدائل كتير. أول شيء بدل الشيبس اللي بياكله أنا فيني أعمله بوشار بالبيت، بس أكيد مو كل يوم. حتى الشيبس يعني هلأ صار في بعض الأنواع الأشارات أو السكينة تماماً، اللي هي بترق البطاطا لدرجة أنه متى ما نحطت بالزيت بتطلع مقلية مثل الشيبس. بس هون في نقطة، في سيدات بتجيب من السوق اللي هي المنكهات اللي بتنحط. تماما. هون بدي اسالك، هل هي المنكهات صحيحه الاستخدام او انا رجعت نفس الشيء كاني ما استفدت شيء؟ حتى مثلا في سيدات تعمل بوظه بالبيت. صحيح. يعني بتجيب الوان طبيعيه بتعطي اللون الالوان الزاهيه اللي بيحبوها الاطفال. تماما. نحكي عن هي النقطه لو تمام. سمحتي. هلا المنكهات ولا الالوان هي عباره عن مركبات صناعيه نحن طلعنا فيها بشيء يعني بعلم الكيمياء، هي لحتى تغطي كل انواع الصناعات، فهي ليست مواد طبيعيه. الملونات نسبة منها، يعني في كم لون معروف هون عندنا بالبلد هو طبيعي، اما الباقي صناعي. اصلا الملونات الطبيعية غالية جدا، اما الملونات الصناعية لا، بالعكس هي بتجي ارخص لك. منشأ كيميائي بحت. اذا بدي اقول انه الشيبس بنضيف له كثير انواع من المنكهات، بس بدي احكي على موضوع الشيبس انه نحن عم نقليه بالزيوت النباتية. الزيوت النباتية هي عبارة عن زيوت مهدرجة بتسبب السمنة. نحن عندنا الاطفال صار عندها افراط فيها، لو كنت انا عاملتها بالبيت بس انا عم قليها بالزيوت النباتيه. نعم. شوف بديل يمكن شفناه كلياتنا على اليوتيوب على الميكرويف، يعني مش معرض رقائق ولا التمام. كمان الى يعني انه بعيدا عن الزيت، يعني بتحاولي تلاقي بديل بيطلع لك اثر سلبي. طب شو بدي يعني اليوم الميكرويف لحد الان عليه دراسات، يعني للولد شو تمام عليه دراسات، هي انه الاشعه تبعه قد ايه عم بتسبب مشاكل ومخاطر على الماده الغذائيه اللي بتكون موجوده بقلبه. الفكره نحن انه بالاعتدال، انا ما فيني كل يوم اعطي الطفل هي الشيبس ولا البوظه ولا غيرها. هلا البوظه اذا بدي احكي على البوظه، الكل بيعرف انه مثلا البوظه من ماده الحليب، اوكي هي ماده الحليب، لكن قد ايه نسبه الحليب فيها؟ البوظه بحب اخبركم منضاف لها كثير من الانواع الزيوت النباتيه او الدسم النباتي بنسميه، او بتسمى الشورتنج، زيوت النخيل واصنافها. النقطه الثانيه، نحن بنضيف لها كثير مواد رافعه للاستحلاب بالإضافة للمنكهات والألوان. يعني أنا البوظة ما خليت عندي، ليه؟ لأنه نحن لنحصل على هذا القوام بده يضيف له كثير من أملاح الاستحلاب ومواد بتمسكه وبترفع اللزوجة. طب إذا عملتها بالبيت يكون هذا الشكل تماما. هلا لما بدي أعمله بالبيت، إذا أنا جايبته من حليب خام هذا نظامي 100%، أنا ممتاز. في ناس بتحط الحليب يمكن بيحطوا معه شوية عسل وبيحطوه بالفريزة وبس، وبيضيفوا له قطعة من الفواكه إنه على أساس إنه هي الفواكه المجففة، ممتاز. بس كمان إنه مش كل يوم، البوظة بتسبب آلام بالحلق، بتسبب آلام بالصدر، أحياناً كثرة التناول منها خاصة بفترة الظهيرة بالحر بتعمل إسهال شديد للأطفال. اليوم في كثير أطفال بتلاقيها فترة الظهر بالمسابح أو بدورات تعليمية أو بنشاطات. تماماً. مجرد ما طلع على الشوب بيقول لك انا بدي بورد، فبيمسك البوظه. هي مجرد ما هو مسك البوظه واكل، هون اللي بتعمل بتلاقي الم بالبلعوم والم بالصدر نتيجه انه انا صار تنبيه فجائي للاعصاب بهي البروده. النقطه الثانيه،
ألم البلعوم أنه بتلاقيه عم يسعل زيادة وممكن لا سمح الله تسبب قريب، فأنا سببت له مشاكل. ونحن بنحاول قدر الإمكان ننصح الطفل إذا أكلت برا البيت ما تاكله بوقت الحر، لأنه رح تسبب له ضرر ومشاكل عدا عن الصداع اللي بحس فيه نتيجة البرودة المفاجئة، وبتلاقيها هيك صارت ملامسه لسقف الحنك، بتلاقي الطفل بيقول لك والله طلعت من راسي. هذا هو السبب، حراره جسمه بتكون مرتفعه 37 38، العرق نازل من الطفل، بلش ياكل شيء بارد، درجه حرارته تحت الصفر. هي اول نقطه. النقطه الثانيه الخوف انه هو عم يمشي بالشمس وهو عم ياكلها انه تسبب له هذا الاسهال. هلا اذا اجينا للمعجنات او المخبوزات الجاهزه، الاكلات الطيبه، المأكولات الجاهزة تماما، يعني اليوم مو بس الأكلات الطيبة اللي فيها مخاطر، المأكولات الجاهزة اليوم بتلاقي هي الرقم واحد والمطلوبة عند كل الأطفال. تماما. هلا الكيك بس بدي أحكي على نقطة، نحن للأسف كثير عم ينضف له مواد حافظة واللي هي عم بتسبب حساسية لدى الأطفال، دائما المادة الحافظة كمان بتعمل مشاكل مع الأنتيبيوتيك، يتأخر بعلاج الطفل، بيصير في تضاد بهذا الموضوع، لذلك دائما النصيحة إنه نحاول نبعد أطفالنا عن أي شيء فيه مواد حافظة فقط لهذا الموضوع. المأكولات الجاهزة حضرتك تفضلتي فيها هي عبارة عن اللحوم أو السنكات أو البطاطا المقلية، وهلأ في كتير أنواع تانية. أولاً نسبة البهارات اللي فيها عالية جداً، يا بتسبب مشاكل بالبلعوم أو في ناس كتير بتتحسس من المواد المنضافة لها، لأنه فيها كمان نسبة ملونات وشطة أو حد أو هيك شيء، عدا عن انه شوب ما بيقدر يتحملها وبيشرب من بعدها كثير مي، يعني لدرجه انه بيصير عنده افراط بهي القصه، بنخاف منها تعمل جفاف بالجسم. السناكات او اللحوم اذا كانت مقالي، انا عندي زيوت نباتيه مهدرجه رح تدخل على الجسم ورح تسبب نوع من السمنه، عدا عن المشاكل اللي بتسببها للاطفال او حتى الكبار، في ناس بتعمل لها مشاكل، بتعمل خلل بتركيز الانسولين بالدم. ونحن اليوم للأسف أمراض العصر هي السمنة للأسف، في ناس ما بتقدر تسيطر على الأطفال بسبب أنه على قد ما بيأكلوا أكلات جاهزة بيصير عنده بدانة، بيلجأوا لطبيب مختص أو أطباء تانين. يعني أول شيء بدك صحة نفسية لحتى تقنع الطفل أنه يتراجع عن هذا الموضوع. البديل احمل أنا بشنتايتي الأكل أو حمل الطفل سندويشاته مثل أيام المدرسة. شو حلاوة المدرسة؟ الترتيب والتنظيم اللي بيكون فيها على عاتق الطفل وعلى عاتق الأسرة. نحن اليوم بس بدي أقول، أنا بدي أحكي بموضوع شوي كيميائي، نحن اليوم بثورة الغذاء العالمية والثورة الصناعية اللي موجودة وعصر السرعة اللي نحن فيه، أنتم ما بتتخيلوا أنه أنا كل يوم عندنا مضافات غذائية جديدة بتنضاف للأغذية، إن كانت للبطاطا لحتى تعطيها هي النقرشة أو تعطيها هي النفاشية اللي بتشوفوها، والنكهات هي كلها عبارة عن مواد صناعية يعني كيميائية، نسبة كتير قليلة منها هي بتكون طبيعية. النقطة الثانية، نحن ما بناخذ بعين الاعتبار الدسم النباتي يلي هي المسبب الأول لشيء اسمه الجلطات أو العصيدة الشريانية على اختلاف الشرائح العمرية. الملونات على اختلاف انواعها تتراكم بالجسم وبتسبب مع الايام، طبعا هي عباره عن مركبات الازوت نحن بنسميها او النتروزو، بتسبب تراكم بالجسم مع اكسده، الاكسده الدائمه اللي بتصير عندنا بالجسم للاسف تتحول لمركبات ثانيه، لا سمح الله ما رح نحكي غير انه مع الوقت الطويل هي المسبب الاساسي لسرطانات الكولون وغيرها او سرطان المعده، على فكره من الامراض اللي رقم واحد بالعالم اللي هي شائعه سرطان الكولون، ان كان للمعظم الفئات العمريه ان كانوا رجال او نساء، وللاسف السيدات هو رقم واحد سرطان الثدي. فنحن خلينا نكون حريصين بخلق بيئه صحيه واعيه لاطفالنا من خلال نحن الغذاء يلي نحن بنفرجيهم اياه وكيف ياكلوا. اكيد، يعني بعد هذا الحكي المرعب والكيميائي لازم الكل ياخذ احتياطاته، يعني نصائح مهمه اليوم كانت مع ضيفتنا الاستاذه براء حداد الكيميائيه. بدي اتشكر وجودك معك، وان شاء الله كل السيدات والامهات يستفيدوا من هاي النصائح. شكرا كثير لكم. شكرا لك، اكيد الوقت دائما معك بيخلص بسرعه بس دائما في معلومه مفيده معك، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم.